الحاجة نجي هنا ناخذها ولا الانوار. السلام عليكم. بقول لكم شيء الان، في بعض اجهزه ابل موجود ذا الشيء، مش كلها يعني. في الايبود تاتش الله يرحمه خلاص خلص، في السماعات الان كلهم، وفي الايبادات. اذا كان في الدوله اللي انت فيها متجر ابل فتقدر تسوي هذا الشيء، لازم تسوي اونلاين. فبدل ما انك تطلب الجهاز اونلاين وتجيبه لك على طول دايركت بدون ما تكتب عليه شيء، وانك تروح متجر ابل، ما انه في منطقتك في متجر ابل، في حركه ثانيه انك تطلبه من الانترنت من موقع ابل، يعني موقع ابل الرسمي، يطلع لك خيار اذا كان هذا الجهاز يدعم هذا الشيء انك تقدر تكتب على القطعه نفسها. مثلا الايربودز، انا اول واحده شريتها هذه، او مع الايربودز برو 2 هذه، ما كتبت اي شيء، لكن طلبت لكم الثانية الحين مكتوب عليها. تقدر تسوي الحركة ذي من متجر أبل مثل ما قلت لكم. فتفتح الجهاز عندك، الجوال، تفتح أب ستور، طبعا إذا كانت الدولة اللي عندك فيها متجر أبل، أو أنت بتطلب أونلاين بكيفك أنت. ايربودز او اي ايباد تقدر تكتب عليه. لكن في ميزه جديده الان في في الايربودز برو 2، راح اتكلم لكم عنها الان. كبدايه بتكلم لكم عن كيف تغش على المنتج اللي تبيه. مثلا لو تبي ايباد، من الايباد اكتوبر دخلنا، تختار الايباد مثلا ايباد برو، من هنا تختار السعه اللي تبيها او النوع اللي تبيه، اللون اللي تبيه، تختار السعه اللي تبيها انت، تختار واي فاي ولا شريحه، هنا تبي ابل كير ولا لا بكيفك، هنا انجريفينج مثل ما نشوف، تبي سكيب ولا اد. لو ضغطنا على الاد هنا ف اوكي اد، اوكي مثل ما نشوف، نضغط اد يعطينا تقريبا سطرين، هي سطرين كين. الثاني مخير انت تبي ولا ما تبي، لكن الاول تقدر تحط مثل ما نشوف ايموجي. هنا تقدر تحط ايموجي، تحط اي حركه تبيها مثل ما نشوف تكتب عندك هنا فوق. السطر الثاني تقدر تحط اي شيء تبي، ايموجي، تبي مثلا كتابة مثل ما تشوف عندك، برضو أنت مخير كيفك. هذه مجاناً، بس سويت هذا الخيار، بس تسوي هذه الحركة الآن. حتى لو أن الجهاز هذا متوفر في
شوف كيف الانعكاس عليه، كتابة وكل شيء في وقت التصنيع نفس الكتابة في الخلف تكون، يعني خلاص في وقت التصنيع نفسه يسوون ذا الشيء. بس اللمس حقها باين انها مطبوعة، لكن الفرق بين الطباعة، انا اعرف بعض الاشخاص يقولك اوه نقدر نطبع احنا عادي، صح تقدر تطبع على اي جهاز اصلا، لكن طباعة ابل خصوصا في ذي في الايربودز برو الان او ذي الحركة الجديدة اللي سوتها ابل، اذا تعرفت على الجهاز نفسه شوف كيف ابل دخلتها في السوفت وير برضو ما كانت موجودة من قبل. لما تعرف على الجهاز الحين تصيرها تشبك من اول مرة فتحها مثل ما نشوف طلعت لنا هنا اللي كتبته هنا، يعني حتى لو كتابة أو شيء يطلع لك هنا برضو، يعني مش بس شو أقول لكم، يعني مش بس كتابة لا، داخلة في السيستم، داخلة في نفس العلبة الرسمة هذه، لو بتغيرها خلاص راحت عليك الرسمة دي خلاص تكون دائمة. هذه طريقة إذا عندك في دولتك في محل أبل مجانا، ليش تسوي كذا مجانا كذا؟ إذا ما في دولتك محل أبل ما تقدر تسوي، ما تقدر تكتب عليها ولا شيء، خلاص تكون من الموزع اللي جاي زي كذا. إذا عندك محل أبل ما راح تقدر تروح محل أبل تسوي لها الكتابة دي، لازم تطلبها أونلاين ومن محل أبل، يعني خلاص عندك في دولتك أبل ستور، تفتح من الأبل ستور البرنامج وتطلبها، لازم من برنامج نفسه. أتمنى أبل ما أقدر، يعني قلت أتمنى أبل نخلي الموزعين يطلبوا يطلبونها لنا ويصير يعني مثلاً سبيشال أوردر مثلاً ممكن، بس ففي النهاية السلام عليكم.